السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو الثاني من دورة إيسيل باور في سنة 2020، فيديو اليوم سنتعرف من خلاله على طريقة تعويض دائرة تقطيع تتكون من مذبذب ومصفط، يتم تعويضهما بإي سي واحد، هو إي سي الفايبر فايبر 22، سبق شرحه في القناة ربما في الرتبة الثانية أو الثالثة من سلسلة إي سي هات الباور. إي سي الفايبر هو فقط 4 أطراف، طبعا كما هو معلوم 4 أطراف فعالة، ولو أنه الثمانية يعني باكيج 8 أطراف فهو 4 أطراف فعالة فقط. لذلك سنقوم باستخراج الـ4 أطراف يعني التي سنربط عليها الإي سي يعني من البوردة التي نريد تركيب الإي سي عليها، وعندها سنتحدث عن دائرة تقطيع يعني متكونة سواء من مذبذب خارجي أو مصفت لوحده ومذبذب خارجي أو مصفت ومذبذب مدمجين في إي سي واحد، يعني المكونات الموجودة مسبقا شيء والمكونات التي ستركب على البوردة بعد التعديل شيء آخر تماما، بحيث أن طريقة التعديل قد نعدل مصفت ومذبذب بإي سي واحد، قد نعكس العملية بحيث أننا نركب عوض إي سي واحد نركب مصفت ومذبذب، وذلك في حالات نادرة يعني تبعا للأمبير وتبعا لقلة الموارد وقلة القطع في بعض المناطق. لكن في حالتنا نحن نقوم بالشيء الأسهل من حيث التعديل على الباور، هو تعويض مذبذب ومصفت التقطيع بإي سي واحد يضم مصفت التقطيع والمذبذب في نفس اللحظة. طبعا كلمة مذبذب ومصفت وما إلى ذلك اعتدنا على ذكرها، لكن ربما قد يوجد من المتابعين من ليس له إلمام تام بهذه النقطة بالضبط، لذلك قبل الدخول في التفاصيل سنقوم بعمل شرح بسيط جدا لهذه النقطة. فقط ركز معي، لدينا حالتين يعني حالة بها دائرة، عندما نقول دائرة أي مذبذب لوحده ومصفت لوحده، وعندنا حالة الإي سي عندما يكون الإي سي يضم الاثنين. على سبيل المثال إذا تحدثنا عن إي سي الفايبر، هذا هو إي سي الفايبر، لاحظ أن الإي سي هذا هو الإي سي الفايبر، الإي سي مرتبط مباشرة مع المحول، لا يوجد أي قطع بينهما، جيد. بينما هنا لدينا هذا الإي سي، إي سي تقطيع، ولدينا هنا موسفيت، هنا أيضا لدينا إي سي تقطيع تمت إزالته، ولدينا موسفيت كان هنا أيضا تمت إزالته، بمعنى هنا قطعتين للتحكم في المحول كما تلاحظ، للتحكم في هذا المحول، وهنا قطعتين أيضا للتحكم في هذا المحول. هنا نسمي هذا الشيء دائرة، يعني هذه ليست أسماء علمية وما إلى ذلك، هنا فقط للتوضيح. هذين الشيئين يسميان مع بعضهما دائرة، وهذين الشيئين هنا يسميان مع بعضهما دائرة. والسؤال الذي يتكرر بكثرة هو ما الذي نفعله بطرف الجيت عندما نقوم بهذا التعويض، يعني بالانتقال من دائرة إلى إي سي واحد، ماذا نفعل بطرف الجيت؟ طبعا هذا السؤال يدل على أن الشخص الذي يطرحه يعني ليس له إلمام تام بعملية التعديل، لذلك سنوضح لك من خلال هذا الفيديو، يعني سنمر على إجابة بسيطة على سؤالك ونحن نشرح. إذن باختصار لدينا قطعتين تشكلان دائرة، قطعتين تشكلان دائرة، قطعة واحدة تشكل دائرة، يعني هنا إي سي واحد فقط يشكل دائرة، واضح كل شيء جيد. سنقوم بتبسيط هذه في رسمة، ونقوم بتبسيط هذه أيضا في رسمة يعني كتوضيح. ركز معي جيدا، هنا حيث لدينا الفايبر سنسميها فايبر، وهنا حيث لدينا اي سي تقطيع مذبذب ومصفت، لدينا مصفت زائد مذبذب، جيد. هنا قطعتين، هنا قطعة واحدة، سنبدأ بالقطعة الواحدة، سنبدأ بهذه القطعة الواحدة لأنها الأسهل، جيد. لدينا المحول، المحول دائما لدينا محول هنا بهذه الشكل، لدينا الاي سي، لدينا الاي سي بهذه الشكل. الطرف المربوط مع المحول يرمز له بحرف دي اي دران، جيد، هو هذا هنا، هو هذا هنا. لدينا طرف اخر يسمى بالارضي، طبعا جي ان دي على هذه الشكلة. لدينا طرف الفي سي سي، طبعا هذه الاطراف مألوفة جدا لديك في سي سي، ولدينا طرف الفيدباك والذي يشكل الحلقة يعني حلقة الوصل بين إي سي المذبذب والدائرة الثانوية أو
الجهود الثانوية السكوندير. إذا أربع مسارات أساسية، هذه الأربع مسارات أساسية درال في ضباق الفي سي سي والجي إن دي في هذا الإي سي، طبعا في فايبر 22. جيد، هذه طريقة وصل هذا الإي سي. عند الحديث عن دائرة يعني من قطعتين، سواء هذه التي ترى هنا في الفيديو سواء دائرة أخرى، كيف يتم يعني ربطها؟ دائما لدينا المحول نفسه، جيد، لكن هنا طريقة الربط تختلف بعض الشيء. لدينا هذا الاي سي هنا هو مذبذب، وفي نفس الوقت به موسفيت تقطيع جهود عالية بهذه الشكل، يعني قطعتين في واحدة. جيد، هنا لدينا هذه الجهة فقط تقطيع لوحده، ولدينا فقط تقطيع جهود كبير لوحده. ركز معي حتى لا تتوه في الشرح. لدينا المذبذب اي سي مذبذب منفصل، ولدينا موسفيت منفصل، قطعتين. الموسفيت تربط مع المحول بهذه الشكلة، الفيدباك يربط مع الاي سي المذبذب، الجي ان دي او السورس يربط مع الطرفين، والفي سي سي يربط مع المذبذب. فكرة واضحة أظن. هنا بين الاي سي المذبذب والموسفيت نجد طرف، هذا الطرف يسمى الجيت، البوابة. بمعنى عندما كنا نستعمل اي سي واحد يضم بداخله المذبذب والموسفيت، كانت تتم عملية تقطيع انتاج الموجة الصغيرة داخل الاي سي، وكذلك الامر لانتاج الموجة الكبيرة داخل الاي سي، بحيث انه فقط هنا نحصل على موجة كبيرة. جيد، عند الحديث عن قطعتين منفصلتين سيباري، كل واحد منهما لوحده، هنا تتم فقط انتاج الموجة الصغيرة بهذه الشكل، وهنا يتم انتاج الموجة الكبيرة بهذه الشكل. جيد، هذه الموجة الصغيرة لن تستطيع تحريك الملف، لن تستطيع تشغيل الملف، لذلك تلزمنا موجة كبيرة، لذلك نقوم بقطع هذا الجهد، سنقوم بقطع هذا الجهد بين هاتين النقطتين، ونقوم بأمره من هنا ليقوم بفصله ووصل فصل وصل فصل وصل. هذا الأمر فصل وصل يأخذ أمر صغير، وهو يحوله إلى فصل وصل كبير. جيد، فكرة واضحة. هنا لدينا قطعة لوحدها وقطعة أخرى لوحدها، هنا لدينا القطعتين مشتركتين، هنا لدينا اي سي الفايبر، هنا لدينا هذه المنظومة هنا، أي هذا لوحده وهذا لوحده. فكرة واضحة، جيد جدا. إذا عند الانتقال من هذا الشيء إلى هذا الشيء، أو هذا الشيء إلى هذا الشيء، مسار الجيت الذي تحدثنا عنه هو هذا، مسار الجيت هو هذا هنا، هذا هو مسار الجيت. عند الحديث عن فايبر لا يوجد مسار جيت، لأنه يكون داخليا، هنا مسار الجيت داخل الاي سي لا يظهر لنا. عند الحديث عن قطعتين منفصلتين نتحدث عن طرف الجيت، لأن طرف الجيت مهم جدا، بحيث أنه في حال استبدال المذبذب نستعمل طرف الجيت لقدح الموسفيت. جيد، وعند تركيب موسفيت جديد نبحث له عن طرف الجيت لنقوم بوصله به حتى يأخذ نبضة التشغيل والتقطيع. فكرة واضحة. على أين؟ منظومة اي سي واحد، قطعتين، قطعة واحدة، هذه تعمل مكان هذه بشكل جيد، عادي جدا، لأن المهمة واحدة. تبقى بعض التفاصيل الأخرى التي سنمر عليها لاحقا، لكن منطقيا وعلميا فهاتين الدائرتين لهما نفس العمل. جيد، في حالتنا أي في شرح اليوم إن شاء الله تعالى، سنقوم بتعويض، يعني بتعويض الدائرة التي أمامكم عبارة عن قطعتين بقطعة واحدة، يعني سنقوم بتعويض اي سي مذبذب وموسفيت ب اي سي واحد هو الفايبر. جيد، اذا مسار الجيت سيختفي، لانه كان لدينا مسار الجيت، يعني هذا المسار بين الموسفيت والمذبذب سيختفي لدينا الان، يعني من دائرة التقطيع لن نذكر شيئا اسمه الجيت او مسار الجيت. جيد، وستعمل دائرة التقطيع مباشرة مع الدران، يعني مباشرة سنقوم بربط اي سي واحد مباشرة مع الدران، يعني سيكون الاي سي مربوطا مباشرة مع المحول. جيد، لان الاي سي يضم موسفيت داخلي، يعني هذه الفكرة التي شرحت بالورقة والقلم،
يعني فلا حاجة للمصفى الخارجي، يعني في حالة تغيير الدائرة بقطعة واحدة نقوم بإزالة المصفى لأنه لا لم يصبح له دور في البوردة. المصفى الخارجي يعني يجب إزالته، جيد، لأنه لدينا مصفى داخل الإيسي. بالنسبة لتغيير المدبدب فقط نحتفظ، في حال تغيير المدبدب فقط نحتفظ بالمصفى حتى لا يربكك الموضوع، سنوضح بعد الشيء. بالنسبة لشكل شكل إيسي المدبدب إيسي المدبدب يكون يعني عدة أشكال، يمكن أن يكون 6 أطراف وهو الشرح الذي نقوم بشرحها إلى القناة، إيسيات صغيرة شبيهة بالنملة، يمكن أن يكون SMD 8 أطراف يعني مساحي 8 أطراف، يمكن أن يكون باكيج 8 أطراف واقف يعني هذه الشكلة تقريبا، على هذه الشكلة 8 أطراف، يمكن أن يكون أكبر من ذلك، يعني على سبيل المثال 16 أو 18 أو 20 طرف، كل هذه هي مدبدبات، يعني يمكن أن يكون على هذه الشكلة، هذه الشكلة، هذه الشكلة، هذه الشكلة، هذه مدبدبات، عملها هو إنتاج تلك الموجة الصغيرة التي تكون بجهد، يعني بجهد صغير جدا، يعني هي فقط تقوم بوخز الموسفيت عبر مسار الجيت بجهد متناوب، يعني سنعطيه يعني جهدا تقريبا 5 فولت، 5 فولت متردد، يعني هذا دور هذه الأشياء هو إنتاج هذه الخمسة فولت، أي أن هذا النوع من الإيسيهات إذا وضعت إصبعي على مسار الأوت الخاص به، يعني المسار الذي ينتج فيه ما أنتجه، لا تصعقني الكهرباء لأنها جهد صغير جدا، جيد؟ لأنه ينتج 5 فولت فقط. هذا إيسي مدبدب فقط، عندما نتحدث عن إيسي مدبدب فقط، عندما نتحدث عن إيسي مدبدب بمصفت داخلي، بالنسبة لشكله يمكن أن يكون على هذه الشكلة، يمكن أن يكون على هذه الشكلة، يمكن أن يكون على هذه الشكلة، بينما أن يكون مصفت 6 أطراف، يعني 6 أطراف به مدبدب ومصفت داخلي أنا لم أصادفه، قد يكون موجودا بكثرة وما إلى ذلك، لم أصادفه، لا يمكنني أن أقول أنه موجود أو غير موجود، لم أصادفه، إن كان موجودا فلم أصادفه. هذا الإيسي المساحي به مصفت داخلي موجود، مساحي ليس به مصفت داخلي موجود، باكيج 8 أطراف كبير به مصفت داخلي على سبيل المثال الفايبر ليس به مصفت داخلي 38 42، جيد، بينما هذا الإيسي كبير منه الام سي زد، منه TL، منه العديد من الإيسيهات بها مصفت داخلي وخارجي، يعني عادي جدا أن تجده في الحالتين، بهذا الحجم في الحالتين، بهذا الشكل في الحالتين، بهذا الشكل في الحالتين، بينما بهذا الشكل فقط صادفت إيسيهات مدبدبة، لم أصادف يوما إيسي 6 أطراف به مصفت داخلي أي مربوط مباشرة مع المحولات. يعني عند الحديث عن إيسي به مصفت فالموجة الخارجة منه هي أكبر من هذه، ستجدها على الشكلة وستجدها يعني تصعقك لأنك تضع إصبعك في الجهد العالي، أنت تضع إصبعك في الجهد العالي، يعني تيار أو جهد 380 فهو يمر عبر إصبعك في حل مسافة، بالتالي فهو يصعقك، تبسط تبسط تبسط، فلدينا على هذه الشكلة OS ولدينا هنا مصفت، جيد، هذا هو طرف الجيت يكون على هذه الشكلة، هنا يتم تقطيع الجهد الكبير بهذه الشكلة، هذا كامل هو فقط اي سي واحد، اي سي الفايبر يربط به الفيدباك، يربط به الفي سي سي، يربط به الجي ان جي، ويربط به طرف الدران، الدران دائما هو هذا، جيد، فكرة واضحة جدا. الآن سنقوم بتتبع الأطراف الأربعة التي تحدثنا عنها في هذه البوردة حتى نركب اي سي الفايبر. طبعا هذه الأشياء التي وضحنا هنا كان لزاما علينا أن نقوم بتوضيحها حتى يعني تتابع معنا للإشارة، فإذا أردت تركيب إي سي آخر غير الفايبر، أي إي سي آخر يركب مباشرة مع المحول، اتبع هذه الطريقة، اتبع هذه الطريقة، ربما يعني تفيدك ويمكنك التواصل معنا عبر المجموعة إن شاء الله تعالى، نجد لك حلا بأسهل طريقة. إذا نتحدث عن تركيب الفايبر، أولا طرف الدران، طرف الدران هو هذا، واضح وضوح الشمس، طرف الدران هو هذا، هذا هو طرف الدران، هذا هو المحول، اذا طرف الدران واضح جدا، جيد. طرف الجي ان دي، طرف الجي ان دي اي مكتف هنا في هذه الدائره، اي مكتف صغير طرف الارضي الخاص به هو جي ان دي، بمعنى جي ان دي هو هذا، اذا هو هذا
حتى في المدبدب هو هذا، لاحظ معي، هذا هو الدران، جيد، هذا هو سالب المكتف بمعنى هذا هو الجي ان دي. الطرف الثالث هو الفي سي سي، تحديد الفي سي سي هو هذا هنا، تحديد الفي سي سي هو هذا هنا، لاحظ معي جيدا، هو كان هنا اصبح مقتلعا، كان هنا في هذه النقطة بمعنى هو هذا. سأقرب إليك قليلا حتى تراه بوضوح، هو ذلك المسار المقتلع هناك في الصورة، هو هذا المسار هنا المقتلع، هذا هو الـ VCC كما ترى يمر عبر هذا المكتف، ثم موجب، لاحظ معي، موجب المكتف الصغير، هذا هو الموجب، موجب المكتف، لأن كما تلاحظ هذا هو موجب المكتف وهذا سالب المكتف، هذا جي ان دي وهذا الفي سي سي. اذا هذا هو الفي سي سي، تحددنا الطرف الثالث، يتبقى لنا طرف الفيدباك. طرف الفيدباك هو هذا هنا كما ترون، سبق قطعه احدهم، جيد. بالنسبه للفايبر، الفايبر طبعا سبق وشرحناه، وهو اسهل اي سي يمكنك تحديد اطرافه. لدينا هنا الفي سي سي لدينا هنا الفي سي سي والفيدباك، الفي سي سي والفيدباك، السورس والدران، اسهل اي سي هات التي ستصادفك يوما هو الفايبر 22 او الار ام 22. اذا طريقه تعرف هذه الاطراف سهله، قمنا باخذ الاطراف من هنا، الان ما علينا الا ان نقوم بنقل الاي سي الى هذه النقطه. ستقول لي ما هي الاحتياطات التي سنقوم بها قبل نقل هذا الاي سي الى هنا؟ في حال كنت لم تركبه من قبل، يعني لم تقم بعمليه التجربه من قبل، انصحك بان تتوجه مباشره الى الديود، الديود الذي ياتي بعد المحول، سواء ديود او ديودين، وترفع الديود، تقوم برفع الديود، يعني ترفع هذا الطرف، الطرف الذي سيذهب لي يعطي جهود للبوردة او ما الى ذلك، تقوم برفع هذا الطرف قبل التركيب، تقوم برفع هذا الطرف، جيد. اذا كانت الجهود 40 فولت او 90 فولت او 200 فولت لا يحرق معك شيئا، لان الديود لن يحترق بجهد عالي، لكن الاشياء هنا قد تحترق، جيد. قد تجد على سبيل المثال منظم بعد ذلك، تجد منظم او منظمين 5 فولت، بالتالي هو لا يتحمل اكثر من 12، تعطيه 40 ينفجر معك في لحظته، قد لا تجد له بديل، وتدخل في دوامة لا خرج لها. لذلك انزل اذا لم تكن قد جربته، اذا كنت جربته فلا ذنب عليك، اذا كنت لم تجربه قم بنزع، قم بنزع طرف خارج الديود وقيس عليه، يعني أنت تقوم بقياس الجهود على هذا الطرف هنا مع الأرضي، تقوم بقياسه هنا مع الأرضي لتعرف هل الجهود مناسبة لتركب الإي سي أم لا. بالنسبة للأخطار التي يمكن أن تقع فيها، أو يعني الأشياء السلبية التي يمكن أن تقع معك في هذا التركيب، فقط هي التي ذكرت، هي أنه يمكن أن تكون لديك جهود مرتفعة هنا. في حال عرفت كيف تتعامل مع الجهود المرتفعة فكل شيء سليم. بالنسبة للسؤال الذي يقول هل إذا كانت الجهود مرتفعة كيف أخفضه، هذا سنذكره في الحلقات اللاحقة إن أطال الله في العمر. الآن سننتقل لطريقة التركيب. طبعا شرحت لكم طريقة ببساطة، هذه الأطراف التي سأقوم بتوصيلها هي التي ذكرت الآن، هي التي قمنا بتحديدها الآن، سنوصل عليها الإي سي ونقيس الخرج على هذه النقطة. طبعا الجهود مذكورة هنا كما ترون، كتبت الجهود هنا للتأكد هل الموجة سليمة أم لا، يعني بالنسبة لموجات الإي سي الذي رفعناه، يعني الإي سي التالف تحدثنا عنه في الحلقة الأولى، يعني خصائصه وما إلى ذلك. بالنسبة للإي سي الذي سنركبه أيضا تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، لذلك سنقوم بالتغيير به. وعند قياس إذا كانت الجهود سليمة فكل شيء سليم، إذا كانت الجهود غير سليمة سنقوم بالتعديل على المسارات لتعديل الجهود حسب ما نريده. اذا سنقوم بتركيب الاي سي ونتبع. اذا هذا هو اي سي الفايبر كما تلاحظون، فايبر 22، ساحاول التقريب عليه، هذا هو الفايبر، اي سي مشهور جدا، يعني نحاول ما امكن ان ناخذ اي سيات متوفره جدا، هذا هو الفايبر 22. بالنسبه للفايبر فحتى يسهل عليك التعامل معه، فالأطراف الخاصة به هي معروفة جدا، يعني من هنا لدينا سورس 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 فيدباك في سي سي،
سورس سورس فيدباك في سي سي، ومن هنا أربع أطراف دران. سنقوم بإلصاق الأربع أطراف دران، هي الأولى يعني لأنها أربع أطراف بهذه الشكلة، ويعني طريقة التوصيل هي سهلة عندما تفهم، يعني طريقة التوصيل عندما تفهم فكرة التوصيل فالطريقة تصبح أسهل من ذلك. إذن سنقوم بتوصيله بهذه الشكلة. يعني الأطراف الأربعة هي طرف واحد، حتى وإن أوصلت طرف واحد فهو يفي في الغرض بهذه الشكلة كما تلاحظون. يعني وصل التركيبة النهائية لا تكون على هذه الشكلة، بل تجعل الإيه سي منبسطا حتى إذا عندما يعمل معك وتضع البوردة بهذه الشكلة لا يلمس في الجهة المقابلة من الجهاز. جيد، أما الآن فنحن فقط نقوم بالتجريب. إذا نعود أربع أطراف، من هنا هي الدران، أربع أطراف هنا لدينا سورس سورس فيدباك في سي سي. نبدأ بالسورس. سورس أي أرضي، نقوم بعمل يعني لحم للطرف الأرضي. لدينا طرف أرضي هنا قريب، سنقوم باللحم فيه بهذه الشكلة. يعني هو الطرف الثاني بعد الدران، هي نفس الأطراف الأربعة يعني التي تحدثنا عنها بالورقة والقلم، وتحدثنا عن أربع أطراف فعالة. الدران من هذه الجهة، الأرضي قمت بلحمه، يعني لدينا هنا طرفي أرضي، يعني الطرف الأول والثاني طرفين أرضي، إلحم منهما ما شئت واقطع أحدهما إن شئت. الطرف الثالث هو طرف الفيدباك، سنجعله آخر طرف يلحم، بينما الطرف الرابع هو طرف الفي سي سي، يعني الطرف الرابع هو الفي سي سي، سنقوم بلحمه في هذه النقطة هنا، هذا هو الفي سي سي. طبعا سبق وتتبعنا الأطراف يعني في الجزء الأول من الفيديو. يتبقى لنا طرف الفيدباك. طرف الفيدباك سنعمل به على مقاومة كما ترى، أحمر أحمر أسود. يمكنك العمل بمقاومة يعني بالألوان، وكذلك يمكنك تحويل المقاومة والعمل بمقاومة الأرقام يعني الـ SMD، لك كامل الحرية، لأن هذا المسار يعني ليس عليه جهد كبير وتيار كبير وما إلى ذلك. سنقوم بلحم هذه المقاومة بهذه الشكلة. بهذه الشكلة حتى تظهر لك جيدا، سنقوم بتقريب، لاحظ معي هكذا، يعني هكذا أصبحت البوردة. هنا مقاومة، هنا لابتو كابلر. لاحظ طريقة التركيب أو طريقة يعني ربط لابتو كابلر مع إيس التقطيع، يعني على هذه الشكلة. لدينا الإي سي من هذه الجهة، لدينا هنا طرف الفيدباك، وهنا طرف الفي سي سي، وهنا لدينا الأوبتو كابلر على هذه الشكلة. نقوم بربط طرف الفيدباك عبر مقاومة بهذه الشكل، وهنا لدينا مسار آخر يعني قمنا بتتبعه قبلا. هنا لدينا السورس ثم السورس، هنا لدينا أربع أطراف دران، هذه هي يعني المقاومة، هذا هو مكان المقاومة. إذن الآن سنقوم بتجربة الجهاز أو تجربة البوردة لوحدها بتوصيل البوردة بالجهد الكهربائي. نقوم بالقياس بالمكتف الكبير، المكتف الكبير هنا لدينا 300 فولت، لدينا هنا أيضا يعني هنا مع الدران، يعني إذا كان المحول يعمل طبعا هناك يوجد جهد. سنقوم بقياس الخرج بين الأرضي، بين أرضي البوردة والدايود،
ثم سنقوم بقياس الجهود المكتوبة في هذه اللائحة. كتبت هنا 3.5 3.5 3.5، سأقرب البوردة لاحقا لي يعني لتظهر لك، لكن أولا سنقوم بقياسها. لاحظ لدينا 3 بنات عليها 3.5، الأولى الثانية الثالثة. جيد، هذه ثلاث مسارات، سنقوم بتقريب هذا الشيء حتى تظهر لك جيدا كما تلاحظون. هنا كتبت 3.5 3.5 3.5. جيد، إذا قمنا بتعويض دائرة فقط بإيسي، يعني بإيسي فايبر. إيسي يجمع بين الموسفيت والمذبذب في قطعة واحدة فقط، لكن لم نعرف بعد هل الجهد به أمبير، يعني به أمبير مطابق، أم أمبير أكبر أم أمبير أضعف، وهذا سنتعرف عليه في الحلقات القادمة إن أطال الله في العمر. لكن الأساسي إلى هنا، إلى هذه النقطة، طريقة التركيب، دائما طريقة التركيب. إذا كانت طريقة التركيب صحيحة، الأساسيات أو يعني لا يمكن أن نغفل على الأمبير، يعني لا يمكن أن نغفل عنه، لكنه يأتي بعد طريقة التركيب. إذا قمت بقلب، يعني إذا قمت بقلب الأطراف ينفجر إيسي، تنفجر دائرة التقطيع، ربما يضرب شيء بعد المحول عادي جدا، أو ينفجر معك يعني إيسي آخر مركب معه على نفس المسارات. لذلك طريقة التركيب أولا، طريقة التركيب أولا، ثم الحديث عن أشياء أخرى. في حالتنا نحن قمنا بالتعويض بالفايبر، في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى سنعوض بإيسيهات أخرى. والهدف ستقول لي لماذا لا نعمل فقط بالفايبر؟ الفايبر له يعني خصائص معينة سنقوم بالتعويض به. لتبسيط الفكرة أكبر، سنجد على سبيل المثال عدة إيسيهات تعمل على تردد من 60 إلى 80 على سبيل المثال، سنعوضها مثلا بالفايبر. الإيسيهات التي تعمل من 80 إلى 100 سنعوضها على سبيل المثال بالخمسة M380، وهكذا. يعني سنختار إيسيهات، 5 إيسيهات 6 إيسيهات للتعويض على الموجة على سبيل المثال من 20,000 إلى 130,000. يعني أي جهاز جاءك به عطل في الباور سبلاي، فقط تحدد تردد هذا الشيء الذي أحتاج له لبديل، ثم تتوجه مباشرة إلى أحد البدائل الذي تعمل به دائما. وللإشارة، فهذه الإيسيهات التي نركب هي نظريا هي أقوى من الإيسيهات المنفجرة، لذلك إذا اشتغلت معك ولو لثانية أو لثانيتين فقط فهي تدل على أنها ستشتغل دائما، عكس الإيسيهات الأصلية ربما تغير بالإيسي الصغير الشبيه بالنملة وقد لا يعمل مطولا، ساعة ساعتين يسخن ثم ينفجر. إذن كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة. إذا قمت بالتركيب أو بالتعديل بهذه الطريقة ونجحت لك العملية، لا تفرح كثيرا، لأن هذه التركيبة هي أسهل تركيبة في العالم، ولو أنها يعني غير مشروحة بكثرة وما إلى ذلك، إلا أنها من أسهل التركيبات في العالم. وتركيبة الـ LM أو الـ 5M380 هي الأخرى من الأسهل في العالم. توجد تركيبات أخرى معقدة جدا سنشرحها إن أطال الله في العمر في هذه الدورة، وعندها إذا قمت بها ستعتبر نفسك أنك أصبحت محترف، لكن إلى حدود الساعة فتركيب هذا الشيء هو فقط يعني يستطيع أي مبتدئ تركيبه. إذن إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح الدعاء. كان معكم المبتدئ سفيان بن عياذ.